أكثر من مليون طفل في العراق محرومون من حقوقهم في التعليم والصحة، هذا ما أقرت به وزارة التخطيط في العراق، رقم يعكس خطورة ما آلت إليه الأوضاع في بلد يعد الأغنى بثرواته الباطنية، إذ تتزايد مستويات عمالة الأطفال واستخدامهم بالأعمال الشاقة وأعمال أخرى غير شرعية كالتسول والسرقة، فضلا عن استغلالهم بتجارة الأعضاء البشرية. صحيح أن قانون العمل في العراق يمنع تشغيل الأطفال دون سن 15، ويحصر السماح بتشغيل من هم بين سن 15 والثامنة عشرة وفق شروط ورقابة وفي مهن محددة، إلا أن هذه القوانين ولدت شبه مشلولة في الأصل ولا تطبق على أرض الواقع بحسب خبراء قانونيين. فإذا ما تجولت في شوارع العراق فستجد الآلاف من الأطفال منتشرين في الأسواق والأحياء الصناعية ومكبات النفايات ويعملون في أقصى الظروف. أكثر من مليون طفل عراقي يعملون في سن الدراسة بحسب مصدر في وزارة العمل، و30% من الأسر العراقية لديها أطفال يعملون في مختلف الأعمال. غالبية هؤلاء الأطفال يعملون بأجر يومي وبأجور منخفضة، وقسم منهم يزج في أنشطة غير قانونية كالسرقات والتسول وجمع القمامة وحتى بيع الحبوب المخدرة. لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه لزج البنات اليافعات في الملاهي الليلية، فضلاً عن استخدامهن في مجالات الاتجار بالبشر من قبل عصابات منظمة بحسب مصدر في وزارة العمل. أكد توثيق وجود هذه الحالات وتجاهل الجهات الحكومية والسلطات الأمنية لها، لأن أغلب العاملين في هذا المجال مدعومون من جهات متنفذة.